مساء الخير واهلا بحضراتكم. تصريحات هامه جدا ادلى بها الدكتور حسام حسني رئيس اللجنه العلميه لمكافحه فيروس كورونا بوزاره الصحه والسكان، وده كان خلال فعاليات الويبينار العلمي حول مستجدات فيروس كورونا واللي عقد صباح اليوم. خليني اقول لحضراتكم انه على راس التصريحات دي كان تحديث البروتوكول العلاجي الخاص بعلاج اعراض كورونا، وده هيتم فيه اضافه ادويه جديده لها فعاليه في علاج الفيروس عملا بالبروتوكولات العالميه المحدثه. نقطة كمان مهمة خلونا برضو نذكرها لحضراتكم متعلقة بالفطر الأسود وظهوره في مصر. الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا قال إن حالات الإصابة بالفطر الأسود المكتشفة في مصر لا تتعدى أصابع اليد الواحدة، وأشار لتوافر الأدوية الخاصة بعلاج الفيروس وكذلك الفطر الأسود، وقال كمان إن مصر أدخلت كميات كبيرة من الأدوية الخاصة بالبروتوكولات العلاجية المتعلقة بالفطر الأسود وكذلك كورونا. ونبه الدكتور حسام حسني أن الإفراط في تناول المضادات الحيوية والكورتيزون بيؤدي للإصابة بالفطر الأسود، وكمان شدد على أن وزارة الصحة جهزت وخصصت أماكن بالمستشفيات لمصابي الفطر الأسود. نفتكر مع بعض تصريحات دكتور حسام حسني الهمة واللي قالها تقريبا من حوالي 3 أيام، وهي إن الفطر الأسود موجود منذ قديم الأزل وكورونا فيروس مستجد وليس لهما ارتباط ببعض، فليس شرط أن يصاب مريض كورونا بالفطر الأسود وهو مرتبط أساسا بنقص المناعة. قال كمان إن بروتوكولات كورونا إذا طبقت بطريقة صحيحة وسليمة لا تؤدي إلى نقص المناعة تماما، وإذا جاء الفطر الأسود لمريض كورونا يكون نتيجة بروتوكول علاجي غير سليم أدى إلى نقص المناعة، وهذا ما حدث في بعض دول الخارج وهما غير متلازمين. وأكد كمان إن علاج الفطر الأسود متوفر داخل مصر وبأحدث الأنواع كخطوة استباقية، وبخلاف موضوع الفطر الأسود أكد الدكتور شريف وديع وزير الصحة والسكان لشؤون الرعايات ورئيس لجنة وفيات كورونا إنه في انخفاض في حالات الإصابة بكورونا، وقال كمان وصلنا لمرحلة التراجع النسبي في الإصابات وبالتالي سينعكس ذلك على الوفيات. أضاف كمان مستشار وزارة الصحة والسكان خلال فعاليات الويبينار نفسه إن في ظل جائحة كورونا زاد عدد أسرة الرعايات المركزة بنسبة 35%، وإن الدكتورة هالة زايد لديها اهتمام كبير بتعليم وتدريب الأطباء على بروتوكولات العلاج الخاصة بأعراض فيروس كورونا. أوضح الدكتور شريف وديع إنه تم توفير جميع بروتوكولات علاج الفطر الأسود وبالمجان داخل مستشفيات العزل، وتابع كمان وقال هناك رصد دقيق لكل الحالات وملاحظة لكل المرضى في الرعايات المركزة، لافتا إلى أن نسب وفيات كورونا متماشية مع النسب العالمية. وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع الاستعداد بجميع محافظات الجمهورية ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن فيروس كورونا واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن الفيروس والأمراض المعدية، منها مثلا الخط الساخن 105 ورقم آخر وهو 15335 ورقم الواتس أب على 0155 310 5105، بالإضافة طبعا إلى تطبيق صحة مصر المتاح على الهواتف المحمولة. انتهت تفاصيل هذه التغطية، بشكركم على طيب المتابعة وسنستمر في عرض كل ما يستجد في هذا الشأن. شكرا لكم وإلى اللقاء.